زي ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية الحلقة في أهم الأخبار اللي حصلت أمس، وتابعنا يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع أهالي وشيوخ قبائل مطروح، واتكلم سيادته في عدد كبير من القضايا، خاصة التنمية الشاملة اللي بتحصل في مطروح واللي تقريبا بتغطي كل القطاعات، يعني إن كان طرق، كباري، زراعة، نقل، كهرباء، أرفاق وبنية تحتية ولوجستية أيضا، ده بكل تأكيد ساهم في تحسين جودة الخدمات اللي بتقدم للأهالي. شكرا. عشان نعرف طبعا تفاصيل أكتر الجمان عن أهمية المشروعات التنموية في غرب مصر، وضع مطروح كمان كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، بنرحب في فقرتنا النهارده بالدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا، صباح الخير والسعاده حضرتك والساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بيك. في البدايه عايزين يعني لمحه تفصيليه عن ابرز المشروعات اللي حصلت في غرب مصر. بكل تاكيد يعني هو يعني يمكن الجزء ده من مصر هو عزيز جدا، غني جدا بالمقومات التنمويه اللي ممكن تكون موجوده فيه. أبرزها طبعا الجزء السياحي أو القرى السياحية اللي موجودة في هذا المكان، بالإضافة طبعا لوجود يعني إحنا لو بنتكلم على الطريق الساحلي الدولي فناحية البحر، ففي منطقة دي فيها مجموعة كبيرة من القرى السياحية. الناحية التانية أو اللي هو جنوب الطريق الدولي في مجموعة من المشروعات التنموية في القطاع الزراعي من جهة، وكذلك برضو قطاع الطاقة، و يمكن أبرزهم طبعا الطاقة النووية ومحطة الضبع. الجزء ده طبعا بنتكلم في حدود 160,000 كيلومتر مربع، في واخد طولي في حدود 500 كيلو. فإذا احنا بنتكلم على حيز عمراني جديد بيضاف للرقعة العمرانية على مستوى الجمهورية، بيستهدف بحلول 2050 ان هو يعني يقدر يستوعب أكثر من 20-25 مليون نسمة. إذن إحنا أمام مرحلة تنموية يعني بذل فيها الكثير من الجهد، إضافة قوية جدا لمحور التنمية بشكل كبير، خصوصا أن المنطقة دي يعني ظلت عقود لم يطلها يد التغيير أو التطوير يعني. فإذن هو ملف قوي جدا، وكان بالضرورة أنه لابد أن يكون فيه نظرة مختلفة ويعني ملمح جديد لمحاور التنمية اللي مصر خاضتها خلال الثمان سنوات اللي فاتت. طيب يمكن واحنا بنتكلم عن استراتيجية المصرية لإدارة الموارد زي ما كنت حضرتك تتحدث، كانت الدولة المصرية حريصة أنها تستغل أو تتجه لكل محافظة حسب مواردها. نعم. شايف انه ايه ابرز الموارد التي كان يجب استغلالها فيه لو هنتكلم على محافظه على سبيل المثال زي محافظه مطروح، اهم المشروعات المتعلقه بالموارد الموجوده بالفعل في هذه المحافظه؟ طيب تمام، احنا بنتكلم في الجزء الشمالي من مصر، بنتكلم في حدود مساهمه فعليه خلال قبل عمليات التنميه اللي موجوده لا تتجاوز 4% أو 3.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن المساحة كبيرة جدا وشاسعة جدا وتحظى باهتمام بالغ ولها أثر كبير في الناتج، إلا أنه كانت مساهمتها متضائلة جدا. طب إحنا وصلنا لقد إيه؟ إحنا في الوقت الحالي بعد المشروعات اللي موجودة في حدود 7%، فإذا إحنا أمام زيادة تقريبا الضعف في مساهمتها للناتج. يعني البلد لو بتنتج على سبيل المثال 7 تريليون جنيه، ده إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فإحنا عندنا على الأقل تحقق بالفعل 7% في هذه المنطقة. طيب الإمكانات الاقتصادية اللي في المنطقة اللي في هذه المنطقة أو في الساحل الغربي قد إيه؟ يعني الكباسيتي قد إيه من ممكن تزود لي الناتج قد إيه؟ فإحنا بنتكلم ما لا يقل عن 17-18% خلال 7 سنوات. فإذا هناك إمكانات اقتصادية كامنة في هذه المنطقة، دور المحور التنموي ان هو يقدر يعزز من الاستفاده من هذه المنطقه. طيب ابرز المشروعات اللي ممكن تعود بالنفع، المنطقه دي كما هو معلوم لدى الجميع يعني ولا يخفى على احد، هي بتشتغل من فتره من مايو لحد سبتمبر اكتوبر. يعني الجزء السياحي او الفتره السياحيه الصيف تقريبا بينشط سياحيا. الناحيه الثانيه الشتاء تقريبا بتنشط زراعيا نتيجه ل هطول الأمطار وتوفر المياه بشكل كبير. إذن إحنا أمام تنوع في الدورات الاقتصادية اللي موجودة، سواء كانت من ناحية القطاعات أو من ناحية الزمن يعني الصيف والشتاء. إذن
محور التنمية هنا بيستهدف انه ما يبقاش بس عندي تبقى مدن مصايف فقط، لا ده احنا ممكن نستغلها في شكل افضل، ان يكون عندي استقطاب للسياحة الدولية ويكون عندي استمرارية بشكل كبير. ان كان المصريين بيصيفوا في الصيف هناك، فاذا متوقع جدا ان الاوروبيين بالتحديد يكون ده ملاذ آمن جيد جدا للسياحة، خصوصا الوضع العالمي في الطاقة وخلافه من الأمور اللي ممكن تدفع بشكل كبير إن احنا نعزز من الاستفادة من هذا القطاع. بالإضافة طبعا إلى يعني لو كنا بنتكلم على القطاع الزراعي، فإن كان خلال فترة ماضية كان بشكل يعني إيه، مش عايزين نقول تلقائي، ولكن بشكل يعني جيد يعني، إنما في الوقت الحالي احنا بنتكلم على مشروعات ضخمة ومشروعات فيها ماس برودكشن أو إنتاج كبير، الدولة بشكل كبير تدخلت فيه، فإذا احنا أمام استغلال كامل للرقعة من حيث المناطق اللي معروف فيها مياه جوفية أو بتتوفر فيها تجمع للمياه الأمطار، أو حتى فيها أماكن لمحطات تحلية مياه واستغلالها بشكل كامل في عدد من المحاصيل الزراعية اللي بالشكل الكامل يعني هتعزز من الأمن الغذائي. فإذا احنا أمام تغير واضح في خريطة الاستثمار من جهة والتنمية بشكل كامل، يعني عشان ما يكونش عندي بس فقط هذه المنطقة يعني بيتبص ليها أو كما كان في العقود السابقة بنبص ليها بس هي مصيف، ولكن لا، هو الموضوع أبعد من كده بكتير، احنا بنستهدف أكتر من 5 مليون فرصة عمل بشكل دائم. بتتكلم يا دكتور دلوقتي عن انعكاسات هذا الأمر على حركة الاستثمار، عايزين برضو نتكلم عنها بشيء من التفصيل، دخول الدولة في هذه المشروعات، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية، ده انعكاساته ايه على حركة الاستثمار، على الاستثمار في مطروح؟ بكل تأكيد هو البداية طبعا بتبدأ بشرايين الإمداد أو الشرايين الطرق، لابد من المحاور طبعا لازم، ده طريق الساحلي فيه اهتمام كبير بيه، وكمان عندنا المحور بتاع الضبع بكل تأكيد يعني احنا بنتكلم على المنطقة دي، أي مدينة أو أي عمران عمره ما هيتم الا لابد ان انا الاول انشئ طريق يكون يلبي احتياجات التنميه المرغوب فيها، يعني لو انا بستهدف منشات سياحيه يبقى اذا الطريق لابد ان هو يتكافئ مع متطلبات هذا القطاع، لو كنت بستهدف بجانب السياحه قطاعات انتاجيه لها علاقه بالزراعه او بالصناعه او باي من القطاعات الانتاجيه يبقى لابد ان يكون عندي الشبكة الطرق والخدمات العامة والمرافق العامة بتستهدف بشكل أساسي أنها تخدم على هذه القطاعات. إذن لما نشوف طريق، يعني يمكن برضو ده احنا شفناه في السوشيال ميديا وشفنا مغالطات كتير وشائعات كتير ليه الطريق الكبير ده، الطريق ده بيخدم جهة نقل، بيخدم على القرى السياحية من جهة، بيخدم على الخدمات اللي موجودة في المنطقة، إذن احنا مش هنعمل طريق كل يوم، فالطريق بيتم تخطيطه بشكل جيد، بيتم تنفيذه على اعلى مستوى، يمكن الناس كلها شافته، تخطيط للمستقبل كمان بيدي فرصه اكتر ان انا ما انفقش عليه في المستقبل القريب، فبيديني فرصه انه لو في قدرات كامنه في هذه المنطقه يمكن استغلالها في المستقبل القريب. يمكن ده اللي احنا شاهدناه من عمليه التطوير اللي بتتم خلال السنوات اللي فاتت بشكل مضطرد، يعني الطريق طبعاً. تم احنا حديثنا مستمر يا دكتور فرج، لكن اسمح لنا بس هنروح كمان للتليفون مع العمدة عمران، هو عمدة قبيلة القنسات احدى قبائل مطروح. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير يا مصر، وان شاء الله دايما كده في افراح، ومصر دايما جميلة بيكو كقناة عالمية متميزة بتنقل الحدث وبتلقي الضوء على كل الحدث اللي احنا بنعيشه دلوقتي. نشكر حضرتك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف منك يعني رؤيتك لزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة مطروح، وإجراء نقاش وحوار مفتوح مع العمد والمشايخ، وقد إيه الوضع اختلف يعني من وقت كان خلينا نقول انه كانت هذه المحافظات منسية لحد ما تابعنا وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله حضرتك يمكن جاوبت يعني نص كلامك ده اجابة السؤال. انا اللي صار انتباهي فعلا ان كون منطقة السلوم او مدينة السلوم دي مدينة بتقع في اخر حدود مصر الغربية، مدينة تكاد تكون منسية، مدينة بحطها الجبال من الخلف والبحر من الشمال، هذه المدينة همشت طويلا، يعني كلنا كنا بنقول حتى في الميديا لما بنطق لفظ عام على مصر بنقول من أسوان اسكندرية،
وبننسى اخر نقطه في حدود مصر الغربيه. المدينه ديت شهدت فعلا امبارح كتابه شهاده ميلاد جديده، يعني انا بعتبر 16/8/2023 ده تاريخ ميلاد مدينه سلوم. مدينه سلوم النهارده سلطت عليها الاضواء من خلال زياره سياده الرئيس، اللي كان فعلا لقاءه معانا لقاء ودي ولقاء حميم ولقاء دافي، وكان لي شرف ان اكون على المنصه مع سيادته. قد ايه كان يعني انا اللي صار عندي كفايه اكثر ان احنا كنا بنسال اسئله، وفي نفس الوقت سياده الرئيس كان ملم بيها، ملم بالاجابه، يعني على سبيل المثال الحصر توسيع الطريق القادم من اسكندريه المطروح تنفذ على مرحلتين، المرحله الاولى من اسكندريه العالمين، والمرحله الثانيه اللي هي من الضبعه دلوقتي حتى مدينه مصر المطروح، والمرحله الثالثه ان شاء الله هتبقى من مدينه مصر المطروح السلوم. كان بيقول مثلا من الضبعه لمطروح اللي جار تنفيذها واحنا خلاص على وشك المسافات الاخيره دي 140 كيلو، لكن تخيل ان انا ما كنتش اعرف المسافه ديت وانا ابن مطروح ومولود مطروح ابا عن جدا. كان بيقول المرحله الجايه توسعة الطريق هتتم من مطروح للسلوم 280 كيلو، برضه دي ارقام انا معلش كمواطن مطروحي ما كنتش ادرك هذه الارقام. فكان يعني احنا كنا بنسال السؤال، كانت ملفات موجوده قدام سيادته وكان بينفذ. احنا كنا مطلوب مثلا الميه ومشكله الميه، فكان وارد فعلا كان بيعرف كل كبيره وصغيره في هذا المجال. كان بيشير ان احنا ما احناش نوعد على مشروعات عشان نحققها، لكن المشروعات اللي انا بعلن عنها يوم افتتاحها ساعه ما ننجز المشروع ونفتحه يبقى انا قلت ان انا عملت كذا. منفذ سلوم لاري امبارح طبعا بعد تدبيره تم افتتاحه من خلال سياده الرئيس، لان دي نافذه تعتبر لمصر على دوله الشرقيه ليبيا، فكان لابد ان يكون في وجهه حضاريه متميزه بتخدم المغادرين والقادمين من والى ليبيا او المغرب العربي عامه. فكانت دي لمسه حضاريه فعلا لوجه مصر، ان احنا فعلا عندنا منفذ بري على طراز حديث وبيقدم الخدمه الميسره لكل القادمين والمغادرين. هي في رسائل كثير، الرساله الاهم برضه كون مدينه سلوم بتقع على حدود مصر الغربيه مع الدوله المتاخمه زي الدوله الليبيه، فده بيعني ان احنا بنقيم مشروعاتنا فعلا في عندنا حاله من الاستقرار وحاله من الامن على النقيض من الجانب الليبي في اللي فيه طلبات وفي قلقله الامنيه حتى الان. طيب خليني اسالك سؤال. طيب انتوا في سلوم كنتوا محتاجين ايه؟ ايه المشروعات الخدميه والتنمويه اللي كنتوا محتاجينها وايه اللي اتحقق منها دلوقتي؟ والله حضرتك مدينه سلوم عشان نبقى برضه سعادتك والسادة المشاهدين والمدركين، مدينه سلوم كونها مدينه حدوديه كبقيه مدن العالم بتعتمد على التجاره البينيه مع الدول المجاوره. يعني كانت عمليات التجاره المشروع او غير المشروع هي النشاط البشري للسكان، لكن النهارده احنا طالبنا بتوفير مشروعات دائمه ومستقره حتى يمكن توفير فرص عمل للشباب بعيدا عن الاعمال الغير مشروعه كالتدريب وخلافه. فسلوم قادمه الان هيتم فيها انشاء برضه منتجعات سياحيه على مستوى عالي، هيتم مد الطرق ليها، هيتم فعلا الفكر الغير تقليدي الاول كان طبعا الواحد يعمل مثلا حاجه مؤقته، لكن في هتقام في مشروعات سكنيه وسياحيه، لان مدينه سلوم اللي ما شافهاش ما يعرفش يتكلم عنها. مدينه سلوم مدينه صغيره يعني هي في حضن الجبل، يعني الجبل اللي وراها ده المفروض زي جبال اوروبا والحاجات ديت يبقى ليها رونق خاص طبعا. وهي بكل تاكيد بكل تاكيد فعلا هي هتستغل سياحيا بهذا المنظر الطبوغرافي الطبيعي. طيب اخيرا يا فندم خلينا نتطرق لحياه كريمه، الحقيقه انه حياه كريمه وصلت للمناطق الاكثر احتياجا، لو تكلمنا عن ابرز التغييرات اللي حصلت بسبب تكثيف المبادره اللي عملها مشروعاتها ايضا لخلق حياه تليق بالمواطنين في تلك المناطق. هو حضرتك طبعا حياه كريمه احنا كلنا تابعنا سياده الرئيس لما اشاد بالمبادره ديت وقال في 700 مليار جنيه هيتم رصدها لجميع قرى مصر، لان كانت الحياه الكريمه دي بتتم تنفيذها على مراحل. يعني مثلا كل محافظه طبقا لعدد سكانها بيتاخد منها خمس او ست قرى وبيتم فعلا تخطيطها بالحياه الكريمه، لكن سياده الرئيس قال لا كل قرى مصر قوات واحده. احنا بقى كمحافظه مطروح لنا طبيعه خاصه، طبيعه ابناء القواعد، ما عندناش تجمعات سكنيه على غرار التجمعات الموجوده في الوادي او الدلتا. بتلاقي مثلا كل واحد موجود في حته كده صحراويه لوحده او مع اخواته خمس ست منازل. فامبارح الرئيس اشار لهذه الجزئيه كمشكله لتوصيل المرافق، يعني عشان نوصل المرافق مثلا بحدود 5 10 مليون
للتجمع يخدم 5 أشخاص، طبعا دي مكلفه وغير مجديه. فكان مشجع ان احنا نعمل تجمعات، التجمعات دي مثلا 10,000 نسمه، ممكن نديها بالكهرباء بالصرف الصحي بالمياه بالطرق. فحقيقه كريم غطت عندنا القرى اللي هي كثيفه السكان، لكن طبيعه الساكن القبلي او البدوي بيحب يقعد في الارض بتاعته لوحده، بيبقى بيته لوحده معاه موصل الماشيه بتاعته، فبيبقى من الصعب ان احنا نوصل. دي طبيعه المكان كده، وانا وصلنا بتبقى مكلفه يعني مساعدتك. لكن كل القرى النهارده محطوطه في خطط الحياه الكريمه المحافظه، وتم تنفيذ مرحلتين، كل مرحله تقريبا 6 قرى، وجاري استكمال هذه المرحله مرحله حياه كريمه، وان شاء الله كل القرى هتنعم بهذه الخدمه ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا العمده عمران امبيوا، عمده قبيله القناسات احدى قبائل مطروح، الف شكر ليك. لسه طبعا مكملين كلامنا مع حضراتكم مع ضيفنا دكتور فرج عبد الله، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريعي، وكنا بنتكلم دلوقتي مع العمده عمران على نقطه مهمه جدا، وهي دعم القبائل في مطروح للدوله من اجل تحقيق التنميه في مطروح. ازاي قدرت هذه القبائل في ان هي تدعم الدوله وتساند الدوله وتدعم وتساعد الدوله كمان في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدميه والتنمويه في مطروح؟ بكل تاكيد يعني المستفيد الاول والاخير هم قاطني هذه المنطقه، هم المصريين اللي عايشين في هذه المنطقه. اذا هم يعني لديهم الدافع والوازع القوي جدا من مساندة الدولة في إحداث تنمية عمرانية جديدة وإحداث طفرة جديدة في ملف التنمية بشكل كبير، لأنه هو المستفيد الأول سواء كان من شبكة طرق أو من شبكة كهرباء أو من مياه أو من أي جنيه بيتصرف في هذه المنطقة، هو المستفيد الأول والأخير. فإذا يمكن احنا ده شفناه في عدد كبير من الملفات التنموية هناك، مش تقدر الدولة تصل للعمق اللي موجود وتشوف الرغبات ويعني طبيعة المكان احتياجاتهم الحقيقية. من الممكن انه الدولة تقول انا عندي مجموعة عمارات على سبيل المثال هعملها في المنطقة الفلانية، لا جدوى لها. ليه؟ لانه هناك الطبيعة بتختلف، لا تناسب متطلباتهم وتلبي رغبتهم. ليه؟ لانه هناك في طبيعة معينة للسكن، في طبيعة معينة للنشاط الاقتصادي اللي موجود. فإذا دور الدولة ان هي تحاول ان هي ترفع من مستويات الدخول اللي موجودة عن طريق توفير فرص العمل، عن طريق ايجاد أنشطة اقتصادية مستمرة طوال العام، بهدف ان هي يكون هو ده البديل الأفضل والأنسب والملائم، بالإضافة طبعا إلى أنه نغير شكل، أو مش هنغير بشكل، هندي فرصة أكتر للتنمية العمرانية الجديدة أو التخطيط العمراني الحديث. يعني إن كان زي ما العمدة تفضل وقال أنه لو أنا عندي بيت هكلفه بس هوصل له مرافق هيكلفني فوق 10 مليون، أو هيسكن فيه عدد قليل من الأفراد، ولكن إن كان أو قدرنا نوصل ل تجمع سكني ياخد في اعتباره الطبيعة البدوية أو الطبيعة المكانية لهذا المكان، وفي نفس الوقت يقدر يحقق التارجت من خلال توفير البنية التحتية بشكل ما تخدم، على سبيل المثال نستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة زي الطاقة الشمسية فوق المنازل هناك، أو صياغة بعض الأمور المتعلقة بتوفير المياه بشكل معين يحافظ على طبيعة المكان من جهة ويحقق الهدف من استمرارية المرافق بشكل معين. إذن دور الدولة أن هي تمد إيد التنمية لأبعد نقطة ممكنة على الحدود، دور المجتمع المدني والأهالي أن هم يشاركوا الدولة ويشاركوا الحكومة على تنفيذ هذا المكان بشكل يتناسب مع طبيعة المكان، بالإضافة طبعا للحفاظ على هذه التنمية. في هذا السياق احنا بنتكلم على دور الدولة ودور المجتمع المدني، زي ما كنا بنتكلم على حياة كريمة، في جانب مهم جدا هو فكرة انه القروض الميسرة وتأهيل الشباب وتدريبهم لإقامة مشروعاتهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فكرة إيجاد فرص عمل وتشجيعهم على ان هم يبدأوا مشاريعهم الخاصة. شايف النقطة دي تحديدا لأي مدى تساهم في عملية التنمية في هذه المحافظات؟ بكل تأكيد، يعني يمكن السلوم والمناطق الحدودية لها طبيعة خاصة. يعني يمكن إيه أبرز الأنشطة الاقتصادية اللي من الممكن يعني إن احنا نبني عليها ويكون لها جدوى اقتصادية ويكون لها مردود على مستوى المواطن من جهة وعلى مستوى الاقتصاد القومي من جهة؟ هنلاقي إنه بالدرجة الأولى هو ده معبر حدودي، معبر تجاري،
إذن بالدرجة الأولى لابد أن يكون في اهتمام بشكل كبير في صياغة العملية التجارية ما بين مصر وما بين دولة الجوار والدولة الشقيقة في ليبيا، بهدف أنه تعزيز فرص التجارة البينية اللي موجودة وتلبية احتياجات السوقين، السوق المصري من جهة والسوق الليبي من جهة. إذن إن كان في بعض التجاوزات من تجارة غير مشروعة زي ما أشار العمدة، لا، لابد أن يكون في صياغة أفضل لسبل التجارة الحقيقية اللي موجودة، هتعزز من فرص الانتعاش التجاري اللي موجود في المنطقة، هيدي فرصة أكتر للاندماج في الاقتصاد القومي. ده من جهة. الجهة التانية لو احنا بنتكلم على أن دي منطقة حدودية بتتمتع بطبيعة جغرافية مختلفة متفردة، فإذا من المهم جدا صياغة يعني استثمارات في قطاع السياحة بهدفها الأساسي أنه المكان هناك ملائم للسياحة ال 24 ساعة ال 12 شهر، فالمكان رائع جدا هناك لاستقطاب رؤوس أموال في قطاع السياحة، هدفه الأساسي أنه يوفر فرصة عمل مستمرة طول السنة، فيدي فرصة لزيادة نسبة الإشغال هناك، يدي فرصة أكتر لزيادة نسبة توفير العمل وفرص العمل، هيدي أكتر نوع من التكدس السكاني بدلا من الخفة السكان أو أنه ما فيش كثافة سكانية في هذه المناطق، وهيدي فرصة أكتر لمواجهة الإرهاب والتطرف، لأنه يد التنمية هي الـ يعني السلاح الحقيقي لدرء اي مخاطر عن الدوله. طبعا انا احيي حضرتك الحقيقه على يعني هذا الختام تحديدا، بشكرك شكرا جزيلا طبعا حضرتك. دكتور فرج عبد الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريعي، بشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات، نورتنا. تحياتي، شكرا جزيلا. تحياتي.